نسمح ببيع الكويت، لن نسمح بالتنازل عن شبر من أراضيها. باقوكم، حلالنا راح، خسائرنا ب90 مليون. تشكيك دائم. هناك عناصر اقتاتت واعتاشت على التأجيج والتجيش. تغريدة واحدة تنسف لك الواتساب وتوارد وما بين يحسرتنا وش اللي صار. وكل الكلام كان يدور بدون أدنى إحساس عندهم هاي الأطراف اللي أججت وجيشت، بدون أدنى إحساس إن اللي قاعد يتكلمون عنه أخت كبرى وجارة وشقي خاصرتنا وعيوننا الثانية في ظهر راسنا. ممتاز، لأن أول كان حكيهم الفريق اللي كان يتباكى وطول الوقت يبي يطق. كل كان حكيهم يا ويلنا قاعد نخسر. أنا قاعد أم كوتينج ذا نزيف يومي. تقدر الخسائر ب90 مليون دينار. من وين يبتوا الأرقام؟ من وين يبتوا الحكي؟ هناك تعطيل تام لكل الآبار. بس هذا خبير نفطي اللي قايل، مع العلم إن هناك مكامن أخرى استفادت منها الدولة وطلعت، بس لمجرد الضرب والناس تصدق. فرصة اليوم إنه يكون هذا اللقاء، لأن لما يقولون 90 مليون باليوم ما كنا ندري. تطلع التغريدات ومن المفروض من سياسيين مخضرمين للأسف. بأي معيار؟ على أي أساس قاعد أجج؟ على أي أساس قاعد شي الشارع ومواطن؟ ما ندري. خبير نفطي ضيم مدري منين طالع قال من تم الإيقاف من 5 سنين الكويت تخسر. شون ما يربط وانت خبير نفطي تعرف ان هناك مكامن اخرى ممكن نطلع منها النفط؟ بالمنطق هالحقائق يصعب تجاهلها ومعطيات وارقام. شغل التفلسف والتأجيج مرفوض. وصلنا واتفقنا. هم الفريق السلبي لا لا يقصون عليكم. الاتفاقية ترى فيها بوقة. حسبي الله عليكم. بكتوا حلال الكويتيين. ما نخلص جلسة علنية ونناقشها، وبتروح لجنة شؤون الخارجية وبينا التقرير. خطوة تاريخية باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 5570 كيلومتر. مساحة المنطقة المقسومة احنا قاعد نتقاسم مع السعودية 550 ألف برميل.